بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة إيمان ربابعة من مدرسة وروضة جيل الراشد. طلابي الأعزاء، بعد ما شرحنا درس حقائق الضرب في العدد 10، رح نبدأ بحل أسئلة الكتاب. مثال الأول، إذا أردت شراء 4 قطع حلوى من النوع نفسه، وكان ثمن القطعة الواحدة 10 قروشا، فكم قرشا ستدفع للبائع؟ بالصورة 10 10 10 10. أول شيء عملوا عنا جمع متكرر، 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 ويساوي 40 قرشا. فبنكتبها بطريقة الضرب، حكينا بنعيد 1 2 3 4، 4 ضرب 10 يساوي 40 قرشا. السؤال الثاني، لسلوى وليلى عقدان في كل منهما 10 خرزات، فكم خرزة في العقدين؟ عملنا أول إشي جمع متكرر، 10 في عقد ليلى و10 في عقد سلوى، 10 زائد 10 يساوي 20، جمع متكرر. أو بطريقة الضرب حكينا منعد 1 2 2 ضرب 10 يساوي 20، 20 خرزة، هاي بطريقة الضرب. السؤال الآخر، أكملوا الأسهم التي تشير إلى موقع وصول الأرنب بعد كل قفزة وأكتب العدد. في عندنا مثل خط الأعداد وأرنب رح يقفز، في كل مرة كان يقفز، نشوف أول شيء عندنا 0 10 20، يعني في كل مرة كان يقفز 10 مرات. بنكمل على نفس النمط، 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هذا النمط يسمى مضاعفات العدد 10. وعن طريق الضرب، 10 ضرب 1 يساوي 10، 2 ضرب 10 20، 3 ضرب 10 30، 4 ضرب 10 40، 5 ضرب 10 50، 6 ضرب 10 60، 7 ضرب 10 70، 8 ضرب 10 80، 9 ضرب 10 90، 10 ضرب 10 100. أكملوا وأحفظوا. أكملوا وأحفظوا جدول ضرب العشرة. طلاب الحلوين لازم نحفظ هذا الجدول. طريقة حفظ الجدول بيكون بنسخ الجدول أكثر من مرة وبالتكرار. 1 ضرب 10 يساوي 10، 2 ضرب 10 20، 3 ضرب 10 30، 4 ضرب 10 40، 5 ضرب 10 50، 6 ضرب 10 60، 7 ضرب 10 70، 8 ضرب 10 80، 9 ضرب 10 90، 10 ضرب 10 100. هل تلاحظوا نمطا؟ ما هو؟ نعم، هناك نمط بالإجابة، وهو زيادة العدد 10 في كل مرة، وهذا ما يسمى مضاعفات العدد 10. فكر، أضع العدد المناسب في المربع. مربع ضرب 10 يساوي 30، وحسب حفظنا للجدول هو 3 ضرب 10 يساوي 30، 5 ضرب 10 كم يساوي؟ 50. مربع ضرب 10 يساوي 40، فلازم يكون عنا بالجدول بالمربع 4. 6 ضرب مربع يساوي 60، المربع رح يكون في عنا 10. وهيك طلاب الحلوين بنكون خلصنا جدول ضرب العدد 10، وهيك بكون عنا الجدول كامل يجب حفظه.